كيكونوا نورمالمون كيديروا لكم دي فواياج اورغانيزي زعما غير بوغ اون جورني. دونك انا جو كونساي غير قبلوا لوطيل حنا اللي كنا فيه بروبوزاو علينا. دونك ديبار ان شاء الله مع دابا الديريكسيون غنخلي لكم سوربريز. مدينه تاريخيه معروفه هنايا في تركيا. دونك على بركه الله. موجود 581 مدينه الكبار والصغار الكل. اما الهند معتبرين كمحافظه او ولايه عددهم 81 ولايه. عدد سكان تركيا 84 مليون، عدد سكان اسطنبول بس لحالها 20 مليون اتراك فقط من غير العرب والاجانب الموجودين فيه ومن غير دخول والخروج يوميا. طبعا جماعة لكم هي مدينه اسطنبول مقسمه لقسمين. الفاصل بيناتهم هو مضيق البوسفور. طول المضيق 30 كيلو متر. نفس الوقت مضيق المرتفق او راسه تحت البحر المرمره بطول 14 كيلو متر للسيارات الصغيرة فقط. بالنسبة للسفن منقسمة إلى قطاعين من اسطنبول، فينا نطلع سفن من منطقة أميدانا أو كاركيك أو قبطش. من القسم الآسيوي فينا نطلع سفن من منطقة اسكندر أو الهرم أو قادقي. طبعا هذا هو جسر البوسفور. 15 تموز جسر الشهداء. راح نعبر منه نحن هلا. الجامع الموجود فيه جامع سلطان عبد المجيد أسس بعام 1953. درنا واحد لاغي هنايا في هذا محل منيره
بون راه فيه كلشي، كاين الجهه ديال لي بارفان، الجهه ديال لي زيبيس تورك، الجهه ديال جد دابا هاد البلاصه ديال الصبايات مع الديكورات هما كتشوفوا هنايا اللور، كاين عاود الصبايات. وعطاونا ميم ان تيكي بيني الا خدينا 5 ارتيكل لو سيزيام فايت غراتوي، دونك احنا كنشوفوا. المهم اش غنقول لكم، خاصهم يبيعوا يبيعوا. صلايات شعر صلايات كي دايرين. كاين عاود الجهه ديال لي بيجو، ها هما ديغيغ موا. قسم كبير للحلويات بحالكم اولهم، طبعا حالكم موجود هون كله، خالي من الجيلاتين ما في جلوكوز ما في مواد حافظه، تذوق كل النكهات 40 نكهه موجود كلهم خاصين بمعملنا. بعد التذوق شكله بوكسات على هذا الشكل، بإمكانكم كانكم تشوفوا ايضا الجوده الثانيه سعرها ارخص، اذا حبيت تاخذوا هدايا فيكم ايضا غلفوها بالداخل تغليف سفر، ضل معاكم مده طويله. إذن جلسنا تقريبا ساعه في هذاك المحل. المهم خديت شي بركه ضروري الباروك ديال الزياره لهاد البلاصه هادي. دابا ان شاء الله ديريكسيون المدينه ديال بورصه، بورصه اللي هي رابع اكبر مدينه في تركيا من بعد اسطنبول انقره وازمير. هاد بورصه اللي معروفه بزاف ديال البلايص اللي غادي نزورهم كما غادي تسمعوا الكيد اشنو غادي يقول لنا. سوق الحرير، طبعا الجامع الاخضر ثاني اقدم جامع في مدينه بورصه بعد وضوء جامع. الجامع الاخضر اسس من قبل السلطان محمد الشلبي، اسس في عام 1421. سوق الحرير، طبعا سوق الحرير هو كان حمام عثماني قديم قلبوا على بازار صغير او سوق صغير، بيبيعوا فيه اشياء الحرير وأشياء الفضة مثل خواتم. مدينة بورصة معروفة بشلالات، معروفة بواحد الشجر المعمرة، معروفة بواحد المسجد اللي سميته المسجد الأخضر، وسورتو معروفة بهذا سوق الحرير. سوق الحرير اللي شحال هادي كان حمام تركي، وعلى سماه الحرير لأن كيتباعو فيه بزاف ديال الحوايج من الحرير بحال هاد لي شال، بحال لي طابي ديال الصلاة. تركيا معروفة بصناعة الحرير، كذلك هاد المتجر ديال سوق الحرير فيه كذلك الخواتم ديال النقرة ديال الفضة. هاد الخواتم ديال الفضة اللي معروفين بواحد الحجرة، واحد لابيغ تيسميوها لابيغ ديال السلطان، اللي كيتبدل اللون ديالها على حسب الضوء، إلا كان الضوء مجهد، إلا كان مثلا الشمس، إلا كان وإفكتيفمون هذيك لافوندوز ديال تما، ماشي هما هادو، نعاودو هما هادو اللي غادي نوري لكم دابا شوية. واحد لافوندوز خدات واحد الخاتم لداخل كان في لون، وفاش خرجنا لبرا كان اللون هو هذا، اللون ديالو بحال اللون ديال الزعفران. دابا بغيت نوري لكم لي شال ديال الحرير، هادو فريمون دي شال طوال، تقريبا فيهم شي 1.80 متر على 75 سنتيمتر، كيديروا ب 350 ليرة، 350 ليرة هي 24 دولار و سي 100% سوا. من بعد طلعت للفوق، هاد الفوق هاد ليطاج الفوقاني فريمون داكشي غزال، عجبني بزاف. المهم انا غادي نهضر، ما عرفتش الموسيقى واش غادي تكون كوبي رايت ولا لا، فريمون هاد الشيء غزال، سورتو لي تابلو، لي تابلو هادو كلهم مصوبين من الحرير، راه فريمون زوينين. انا فات لي شفت عند فواحد المحل كيعلقوا غير طابلو بحال هكا، غير زربيه، هذا غير زربيه بحال هكا، مي انا زعما اون سوا، مي انا ان شاء الله نشوف، ما نعرف نشوف على حسب لي بخي واش ناخذ شي واحد ولا لا، مي فريمون هاد الشيء غزال يعني. Thank you.
الغداء كردوغان. ان شاء الله غادي نطلعوا حتى للراس ديال الجبل وتما غادي نتغداو ان شاء الله بحول الله. إذن فريمون هاد الجبل هادا عالي لأن التليفيريك طلعنا به مدة طويلة، سانوزا بخي واحد 35 مينوت وصلنا لهاد البلاصة فين كيديرو السكي، مي هاد الوقيتة مكاينش التلج في هاد البلاصة هادي. غادي نعاودو نطلعو حتى لو سومي اللي وريتلكم ولكن بالبوس، دونك بالبوس باش نشوفو هاديك البلاصة. حنا دابا غاديين تغدينا في هاد لاغي اللولاني، ولاغي التاني غادي نمشيو نشوفو عاود هذاك لو سومي. وقالنا الكيد اللي كان باغي يعاود ياخذ التليفيريك حتى يوصل للراس ديال الجبل فين كاين الثلج يقدر يديرو. مي حنا ديجا حنا شابعين الثلج هنا في كندا، جلسنا غير خدينا اون بوز، خدينا ان بتي كافي. بون هادو اللي بغاو الناس كانوا اللي خداو طلعوا حتى للراس، حنا خدينا اون بتيت بوز ان كافي شو، سخنا شويه ايدياتنا باش نعاودو تاني نشدو الطريق الى كتاب نعود نشوفو الشلالات على حساب اللي قال هو. اذن تقريبا وصلت لافان ديال المساريه ديالنا في هذه المدينه ديال البورصه. كما شفتوا هنا الحال راه بارد، طلعنا حتى لو سومي وخا درنا التليفيريك، مي كاينه اينوت مونطي عاوتاني حتى للراس الفوق بان نوت التليفيريك ولكن عريان. حنا ما درناش لان صافي سي اسي ديجا بعدا هذيك الطلعه، راه تقريبا سانوزا بخي واحد 35 مينوت. بون هنايا البورصه كما راه ذكرت، ما عرفتش شكون رديتو البال فاش تصورت لكم، غادي نشوفوا سوق الحرير وغادي نشوفوا المسجد الاخضر. مي مالوغوزمون داك سوق الحرير عرفتوا واش غادي نقول لكم، داكشي اللي فيه انكرويابل، جلسنا فيه بزاف دونك لقيته وصلت. هذا هو لو بوتي ديزافونتاج فاش كتكون مشي مع ان جروب، يعني اون بتيت جورني اورغانيزي فو ريسبكتي لو طون. مي حنا كان وصلنا الوقت ما شفناش المسجد الاخضر، مي ماشي مشكل الا كنبقينا عندنا شي وقيت نعاود نرجع. دونك هذه هي المدينه ديال البورصه. في الحقيقه ما كناش حنا دايرين في البلان اننا غادي نزورو شي مدينه، مي غير لوطيل هذا ان كونسي نعطيه لكم، راه كاع لي زوطيل هذه دايوغ راه صاحبتي واحد السيده كانت هضرات لي جات كات فوا هنايا، سيده اخرى بان لي زوطيل كيبروبوزيو عليكم هكا دي سورتي اورغانيزي للمدول اللي مشهورين منهم هاد البورصه هادي. دابا راه في فريمون تري فخوا، راه ما نسيت ما جدرتش لي غون ديالي ما جبتهمش، فكرني بحال اللي راه حنا في كندا فريمون. دابا نقدر نقول لكم واقيلا واحد موان دو هكاك ولا موان تخوا، لان فريمون راه حنا في لو سومي. بون هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله مازالنا اون اوتخ ايتاب ديال الشلالات دي كاسكاد هما اللي غادي نشوفو، ومن بعد نرجعو للمدينه ديال اسطنبول. انا هنا فين كنصور راه لهي فين كاينين لي زوتيل مع لي زوبرج، ما قدرتش نجلس تما نصور لان كانت الموسيقى وما عرفتش الموسيقى ربما غادي تكون كوبي رايت، داكشي باش بعد شويه باش نسجل لكم. دونك هادشي اللي كاين، دونك ان شاء الله نتسناو لا سويت مي راه ما بقى والو، لا فيديو تسالى عاوتاني ان شاء الله، عاود فيديو اخرى ثاني ما عارفين شنو كاين، مي راه لا فيديو مازال ما تسالات، ما تمشيو فين حتى ان شاء الله التالي نمشيو نشوفوا لي كاسكاد.
إذن هذه كانت آخر محطة عندنا في هذه الرحلة ديال مدينة البورصة. هاد الشجرة المعمرة ما عرف شحال من عام كاينة، ما شاء الله انتم شفتوا ميم لي برونش ديالها شادينها بدوك السواري باش ما يطيحوش، فريمون لي برونش ديالها واصلين حتى لفين وفين وفين. المهم النهار كان ما قدناش لان دابا مع جانفي النهار قصير، ما كتبناش نشوفوا هادوك الشلالات، من مره اخرى ان شاء الله ماشي مشكل. دونك غادي نختم لا فيديو ديالي كما دائما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.